لاعبين جولتين متتاليتين في ظل ذلك لاعب سوبوتساري فينيسيو جونيور في افضل احواله في الجهه اليسرى من الخط الامامي لتشكيله الريال. الكره تلعب من لوكا مودريتش على الجهه اليمنى فينيسيوس جونيور وكذلك ماشي الكره من هنالك من ماتشو يبحث عن فينيسيو رودريغو فينيسيوس جونيور فينيسيوس مازال يخرج من كاد يفعلها في ماتشو ويحصل على ركله جزاء من هنالك ناحيه اللاعب الكره توصل لفينيسيوس جونيور على الجهه اليسرى فينيسيوس جونيور يحاول يمر هاي صعبه فينيسيوس جونيور ما زال عنده الكره الان يحاول يمر من امام على الجهه اليسرى توصل لفينيسيوس جونيور ممتع الريال في هذه الدقائق فينيسيوس جونيور مودريتش ترجع له دافيد حاولت المرور لوكا مره بدوره لدافيد الابا فينيسيوس جونيور مره ثانيه التغطيه الدفاعيه من سيما استلمها وهرب هرب فينيسيوس راح فينيسيوس شواميني توصل لفينيسيوس جونيور عرضيه ممتازه لدافيد الابا استلمها دافيد الابا خطيره اموره تمام خساره كرة من هنالك لفينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى يحاول يمر الحكم قريب منه يصفر له خطأ الإيطالي ماوريسيو مارياني يصفر خطأ لفينيسيوس جونيور اليسرى يوصل الإيطالي لفينيسيوس جونيور يرفع كرة في القائمة الثانية خطيرة كان فينيسيوس ما زال دافيد الابا فينيسيوس مودريتش هيلة من هنالك على الجهة اليسرى فينيسيوس استلم حاول يمر من أمام سيماك لابا يوصل على فينيسيوس جونيور استلم جونيور يلعب على الكرة هذه هيلة المراقبة لجونيور من أمام سيماك كان ولكن لنرى كيف ستلعب الخطه عوده الى سانتياغو برنابيو كامافينجا وصل عليه فينيسيوس جونيور يدخل فينيسيوس في منطقه نادي لايبزيغ فينيسيوس يلعب دافيد لفينيسيوس وين التمريره هذه بسرعه تيبو كورتوا في اتجاه فينيسيوس جونيور الابا يلعب مع فينيسيوس ترجع دافيد الابا ممتازه لفينيسيوس جونيور يلعب لفينيسيوس جونيور على الجهه اليسرى يدخل من العمق فينيسيوس من امامه فورج بيري هاي المراوغه فينيسيوس جونيور الجهه اليسرى وصلت الكره استلمها فينيسيوس يدخل كره صعبه للريال فينيسيوس جونيور والمراوغه مودريتش كره ممتازه لرودريغو يتبرع على فينيسيوس جونيور مساحات ضيقه فينيسيوس يفتحها فينيسيوس الان يوصل لفينيسيوس جونيور ترجع لفينيسيوس جونيور على الجهه اليسرى فينيسيوس جونيور مع ريال فينيسيوس جونيور على الجهه اليسرى يحاول يدخل فينيسيوس يحاول يفك العقده رودريغو فالفيردي اسينسيو بعيدة يا لعب اللعبة من فالفيردي وصلت لفالفيردي لو التعادل او فوز روح ويتمكن من الحصول على التعادل ما يصفر خطا الحكم ويخرج البطاقة الصفراء في وجه عمدو حيدر وصل لفينيسيوس جونيور من امام هنريكس ما زالت عند فينيسيوس وهنريكس وفينيسيوس ويمر فينيسيوس يدخل فينيسيوس ما زال رائع فينيسيوس رائع يلعب عرضيه خطيره فالفيردي التسديده فالفيردي الشباك في الدقيقه 80 في وقت كنا نقول بان الهدف يقترب لانه في بضعه لحظات ودقائق بدات الفرق ايضا فينيسيوس ويدخل سيبايوس داني